السلام عليكم اخوان، تحيه لكم، مرحبا بكم اخوان. تنصور لكم واش الشتاء والطوموبيل دايزه الله عليك، الماء ممطره الاخوان. دابا الشتاء تبارك الله راه صحات شويه، لكن اخوتي كون صورت لكم الشتاء في البرازيل من لقيتها تكون جاهله وتبارك الله. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't got the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminal soul in my cell. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race. I'm out of space, I'ma get on my face. I got a taste, want the whole plate. Finna get laced if you step out of place. Like, first off, you don't run nothing. All talk in your team. من بعد ما شفت واد القنطرة والاجواء راهيه والمتشردين راهم مال الخوت، الله يدير لي مشيت ياويل بلا ما نهضر عليهم. قام ضاربين قام ضاربين تيبان لي هذا الفهره تاعهم اخوان. حنا دابا غادي نهبط مع القنطرة، وها هي القنطرة الشه. كيف قلت لكم الاخوان، البرازيل تصفى واحد الشه خطيره في الشتاء تبارك الله، خطيره ديال الرجل. طاقت بالمعاناه ديال الشتاء هنايا، هذا هو الموقف ديال المثليين. جينا ليا الخوت مغبوتين دابا يسحونا تصوروا فيهم. حنا ما غنصوروهمش الخوت، حنا دابا في المنطقه ديال اللوز، وسط ديال اللوز الخوت، مد اللوز الخوت وما ورايا الخوت. نخلي لكم الاجواء، وواحد المثلي جاي قدامي دابا غادي يجي معايا الهضره. تلاقاو انا دابا في البلاصه ديال المثليين، وما يمكنش ليا نصور الخوت. فيها الشفاره، فيها كلشي الحماق هنايا. هذاك الشيء سمحوا لي الله يحفظكم، ما غنصورش لكم هنا مزيان. فقط انا دابا واقف حدا الدران، لان الشتا تصب على الجاده خوتي. انا البرازيل تصب فيها الشتا واحد السته مقوده قويه. ودابا الا جات هاز الكاميرا غيشوفوني المثليين، غيقولوا انت تصور فينا. لهذا انا مخبي وتنهضر. هانتوما الاخوان، تحيه لكم خوت. الشتا هي الجهادات الخوت. كنا واقفين حنا ليه الخوت، واقف انا ليه. دا المترو راه هو المترو لويز. شتي والبوليس راه واقفين دابا تيقلبوا في بنادم. شتي راه حطوا الطوموبيل، ما عندش عندي الحق انا نصور. راهم مشيهم ورايا مول الشاورما. الريحه عافيه، ماشي ريحه الشهيه، ريحه كانزه. ومراه واحد مرا كبيره سمراء هي واقفه هنايا بالرجوله. سكوت هذا هو معايا مول الريستورا، تبيع الشاورما. ها هي الشاورما، الله عليك شاورما ليك. رجوله جينجي بور. انا نسولو الخوت على اللوبيا واش عنده شي تفصيل سخون. تبارك الله اللوبيا والحار، عارف اللوبيا والحار والخبز مع هذا البرد هذا ومع هذا الشتا، واخا ما كاينش برد ولكن تبارك الله تيقمدو. وكاين شي غاتيل ديال اللوبيا، شي غاتيل ديال اللوبيا يكون سخون. بغيت شي غاتيل ديال اللوبيا يكون سخون. كاين راه قال لكم كاين الخوت، مرحبا بكم. اللي باغي اللوبيا يجي عديسات عدس حتى هو كاين. وزعتو العدس حتى هو اللوبيا تيبيع. واش الشاورما ليك؟ ايه 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 Eu. Ah. Mirada Paulista, né? Que foi um grande. قالي كوم الخوت كاين اللوبيا. انا سولته وغنطلعها عليه، ولكن من الاخر قلت لي علاش نهضر؟ باش ما يتنكراش. قلت لي قال لي كاين اللوبيا البيضاء في باوليستا. والمغاربة. والمغاربة. واللوبيا البيضاء كانت تتباع في باوليستا في احسن شارع في البرازيل وفي امريكا اللاتينية. وحنا عندنا في القواطن. تحية لكم. É o feijão branco, veio o tutu de feijão também. É uma virada paulista, branco. Varida paulista, tabsil,
quanto mais ou menos paga? A partir de R$16. قال لك كاين التفصيل ديال اللوبيا ولكن ما غيكونش بحال المغرب تقريبا 30 درهم 20 درهم 25 درهم ديال التفصيل. في المغرب شحال تتباع اللوبيا؟ 10 درهم شي حاجه. والحمد لله. تحيه قالك تحيه جميع المغاربه والمسلمين والمسلمين. كاين اللوبيا كاين اللوبيا. تحيه لكم الناس. اه انت كوني سمو نوفيلا ماروكين كروني كروني لا كروني اه هو بالا برايس خوت. قلت لي قال لي منين انت؟ قلت لي انا من المغرب. قال لي اه المغرب بلاد زوين تفرج فيه في واحد المسلسل برازيلي مشهور في البرازيل تعرفوا الصغير والكبير. نوفيلا كروني كروني سميت سميت المسلسل كروني. برازيليين مثلوا على الثقافه المغربيه. ها دوالو ماروك ما اه ديال هذا اللي ماروك هار هوريتاد صحارى صحارى كاميلو. قال لكم تفرج في هذا الفيلم عجبنا داكشي ديال الصحراء والجمال عجبنا لانه تمثل على الثقافه المغربيه. لانهم هنايا كتقول لهم المغرب تقول لك وا كيتبهر. اذا كاين اللوبيا كاين اللوبيا اللوبيا كاين اللوبيا في جبران كاين اه. قال لك كاين اللوبيا كاين السردين زين طاطا فريت الحمرات انا نشرح ليه بغيت نطلع عليه كابيسا دو بوي ها تي تي هو بي كوميدا قال لك حتى هنايا تناكلوا الرجلين ولحم الراس ولحم الرجلين ولحم كلشي تناكلوا ايغو ماروكين كومي تودو نو نومي عزي اه ونانوفيلا داكلا بيرسوناج نانوفيلا تاع كي يسمو سعيدي اه سعيدي اه نومي دون كارا سما سعيدي اه نانوفيلا الخوت قال لي واحد في القصة سميته سعيد. تحية لك سكوبا مين الخوت. من بعد ما ساليت مع مول الشاورما هذه راه بلاصة ديال العاهرات هنايا سمحوا لي هذا هو الموقف ديالهم شي اه ماشي ما هذا راه حتى هما تيخدموا هنايا الله يسهل على الجميع حياتهم يدبروا فيها اه ماشي الخوت. انا واقف في المنطقة ديالهم ما خاصنيش نصور وقاد بغيت نصور الله يحفظنا ويحفظ الجميع. شكون ما كانش الخوت كان غيكون واقفين حدايا هنا الشعر المغاربه مش طالعين البيوت على عسير. تحيه لكم خوت. شداتنا الشع والثاني تبارك الله شداتني الشع. هاتوما الاخوان تنزيد جوج خطوات تشدني الشق تنزيد جوج خطوات تشدني الشق. وهاد المره فين شداتني شداتني الخوت حدا المتجردين ها هو حدا الدرب ديال الكوكايين تيبيعوا الغبره الخوت هنايا تيبيعوا الغبره بعيده هنا الله يستر ها هما شتيهم لابسين خناشي شتيهم. تحيه لكم الاخوان تلاقاو على الشتا سيداتنا. تحيه لكم. واخيرا الخوت وصلت فوق البيكالا مع صافي ركعت على البيكالا قلت صافي فزك فزك تهزيني فزك عاوتاني واو قاعد هاد الدرب هذا اخطر درب في السنتر ديال سان باول تتباع فيه المخدرات وتباعوا فيه الاشياء المشهوره والبوليس ما تيقدروش يهضروا ومع ذلك جا فيه مو بالخطير. ها هو كيخدم فيه هذاك الصديق ديالي كيسكن فيه الصديق ديالي لهذا انا جاي معاه هنا. تحيه لكم غنمشي نحلوا الموبيل راكم عزاز تلاقاو في الفوق غنضرب واحد الجيجه فيها على شهر. اخوان في الاخير دخلت غنعلق البيكالات تبارك الله زيني تبارك الله وجماليك وتبارك الله عاطين العين
النهار اللي خرجت فيه بجمالي صبات الشتا تبارك الله يحفظكم راك عامل بزاف. السلام عليكم. بقوا معايا بما علقت البيكالا. من بعد الخروج ما في زبد كامل كرهتكم الحاله زقنا وتحية لكم الاخوان وهاتكم الاجواء في الموب اللي الموب راه شفتوه في هذيك الناريات. الناس اللي متفرجوا شي يرجعوا للفلوقات راه ناضي من تحت تبدو شي البارتاج واللايك الله يعزكم. باقي الان تنتسنى الخوت ما بغاش يهبط بعد ما يوصل نتلاقى. تحية يلا نطلعوا الخوت راني طلعت. تحية لكم الطابق الثامن بالرجولة. تحية لكم الاخوان. عرفتي راه المشكلة كنت ندير فلوق انا باش نعاود لكم قصة ولكن اخوتي صدقات حاجة اخرى. شنو صدق؟ صدقت انني حلت في الشتا ومع ذلك نقدر نكمل لكم قصة. الا ما قدرتش نكمل لكم نخلي لكم في فلوق جديد ان شاء الله. باقي انا باغي نعرف والو خليني تنطلع نضرب الدجيجة غتشاركوا معايا الدجيجة ان شاء الله بطريقة عربية سورية ولكن الطريقة المغربية اللي احسن. تحية لكم اطلاقا خوت. من بعد ما دخلت راني في زكت كامل ضروري نحط السبرديله هنايا وما عاد السبرديله والدجيجه حتى هي غنشارك معكم الدجيجه بالطريقه السوريه احسن من ديال البرازيليه ب1000 درجه ولكن المغربيه احسن منهم. ماشي زعما كاين انا مغربي غنشكر الطريقه المغربيه. انا عارف طريقه الدجاج المغربي كيفاش يطيب تيطيب بواحد الطريقه واعره تبارك الله. وانا مع الصديق ديالي دابا نطيب الدجيجه ونطيب الفريت. غادي نسخنوا الخوت دابا في الزيت. كنت باغي ندير لكم فلوغ اخوتي باش نهضر لكم على قصه ولكن ما كتبش راك شوكي في الاول قلت لكم نهضر على قصه ولكن سبحان الله غادي تكشف مع المكتب. المكتب انه وريناكم الاجواء عرفناكم على اللوبيا ديال البرازيل مرحبا بكم ومع ذلك غنشارككم الدجاجه المحمره داكشي ديال الله راه بشويه راه بقليل تعيش مالك راه بالقليل ماشي ضروري انك تكون غني ماشي ولكن لا ما بالحاجه القليله تعيش غني. ما تمشوش فينا خوت نوريكم الاجواء هنايا ورجع نطيب لكم الفريت تلاحوا. شاو دخلنا الخوت دخلت ضروري ما نتلاقاو غنديرو الزويته هذه نطيبو بها الفريت. ونعيشكم حنايا معكم اللقطه تاع العجينه. هانتوما الخوت درنا الزويته نلوحو منها بقاو معنا الاخوان نحطو الفريت حيت هو الزيت هو تكون مزيت يبيعو هنا مزيت اصلا الا خشيتي يدك هنا تكون الزيوتيه تكونو مطيبينو ومزيتينو صالقينو. الله 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 كنت عين برعوجولة دابا خاصني فورشيط نديرو اللعيبة هي شوف فورشيط ماشي تسموها معاك حيت ملي صباتني الشتا جاتني الهيمري جاني الهيمري جا مصر. تحية لكم الإخوان نتلاقاو من بعد ما يطيب هادشي. الاخوان من بعد ما قال لنا الاشواق هما الناس خايفين يدخلوا في الخطه خاصه تصور بلاصه غادي نصور لكم الاجواء اللي نقدر نعيش على قد الحال. هادشي راه يبان لكم هذا كيبان لكم راه حنا تنزيد نزوقوا اللعيبات باش نبين لكم الناس. هادشي طار تقريبا كاع شحال 50 درهم 60 درهم شكي واعر تبارك الله. تكون انت وصاحبك جوج صحابك ثلاثه شي جوج زوين تعرف تعيش عارفين تخسر فلوسك عارفين ديزا الصداقه سمعتوني شي بنت الصداقه دير هاد الماكله وصدق على الناس فهمتني. اما باش تشريها بليا الله يعفو على الجميع انا تتشفت حتى شي واحد اللي فيه شي بليا الله يعفو عليه لكن هاد بليا تيالي. اللهم نشجع المغاربي والشباب ياكلوا ويتهلاو صحتهم ويقراو ويصلوا ويمشوا شي حاجه خايبه. هادشي اللي بغيت نوصل لكم الحلو دابا نقول الاجواء هذه طريقه لبنانيه يعني. ولكن المغربيه انا فضلها بزاف لان فيها المذاق. هذه اش تبقى فيها راه الطريقه اللبنانيه. هذا الخوت هذا الثوم هذا اللبنانيين هما اللي فايتينا باش بالثومه تجدو الثومه تطحنوها مع الحليب تجي واعر اخوتي صحي واعر تاكلوا الفريت ها نتوما ناس الخير. دابا الخوت هذا الحار ديالو دابا الخوت ندخل المناظر. يا الله
ماما فاطمه ماما ماما فاطمه الله قاسم فرينا اخوتي الله يحفظكم الله يعزكم الله يخليكم في حالكم تحيه لكم هذا المنبر بقوا معنا هاد ثوم الدجاجه كيف كانت وها كيف ولات تحيه لكم ثوم ناس الخير سمحوا لينا الخوت الحرب والقتال راه هادشي وال بلي الصحيحه في العالم غير ما كنتيش بلي بهادشي هاسي الموت انا تدخل ليش تدخلش ليا العقلي واحد تلقاه تيخسر في البليه خلصت سيمانه تضربها في نار والدجاجه اللي ب 40 درهم مغربيه بلا الصوص ديالها وبالحياه ديالها وبالمتعه ديالها وبكل شيء ديالها تطلع هادشي ناضي انا شي فقصوني اللي تيخسر الفلوس ديال بصح وفي الاخر تيبكي راه معيش العذاب راه عايش العذاب في البرازيل هانتوما الخوت ما طالعه غير يلا ضاحكين شاربين ناشطين شاربين داكشي الحياه صحاب يقول لك هذا الشيء راه واقيلا طالع بمليون ولا مليار راه كاين اللي تيبي كاين اللي تيبغي يبين لك انه معذب وداكشي وراه هو اللي بغى يعذب راسو سمعتيني انا تنضرب صفه عامه في العالم كامل سمعتوني تنضرب على شي حاجه واحد محدد تنضرب صفه عامه انا اللي بغيتي تعرف تعيش راه كتعيش حتى هذاك الحاجه الخايبه الحاجه اللي علاش الله سبحانه وتعالى حرم شي اشياء لان اخويا ما فيهمش الخير ها هما اللي فيها الخير الدجاج حلال داكشي حلال ديال سوريا ولبنان تحيه ليهم والتحيه ديال الدجاج المغربي طريقه ما شاء الله عرفتي داك الردرت وليم هنايا والطريقه الريحه ديال الزيتون والعطريه الا قلت لك بوسوناري وجي الشم قول لي منتخب هذا العام هذا وغنرجع على قبل العز الدين شفتو كاني الدجاج السلام عليكم خوت غنغسلوا المويانات ونتلاقاو بقاو معنا من نغسلوا المويانات داك اخوان دابا الخوت غنغسلوا المويانات كيف قلت لكم في بلاصه خويا ملي تمشي تشري البليه شري شي دجيجه شري شي مويكله تدفع راسك وتنفع صحتك وتنفع كلشي وتنفع المجتمع سمعتوني انا تنضرب باش تشوف شي واحد وتنقول شي واحد انك راه في البليه الله يحفظ الجامع كاين اللي مسكين الله يحسن العوان كل واحد وكيفاش يدير لي الله وكيفاش دابا انا شفت الناس واحد في التعليق اش قال لي اخوتي والله ما نكذب عليكم الا قال لي عز الدين خويا احسن لك ما تمشيش مع مراد حيت انا قلتها في اللايف تغامر معاه تما انت يا انسان درويش غتقدر تمشي معاه غايب ليك بالبليه غايب ليك بالبليه غتولي نتايا لا ساندرا لا هنا لا لهيه وغتولي مسطي تما ومشرد اللهم تبت عارف اش دير غترد عليه وترد على جميع الناس اللي غايقولوا بحكا خويا انا اول ما اول حاجه انا في سكت نوصل معنا النهار انا في سكت اخويا انا ساكن الدم كله بليا تخيل درب كله بليا كلشي بلي كلشي الله يعفو على الجميع الله يعفو عليهم يا رب تعفو عليهم ودراري زوينين ودراري سنقايو ماشي حق اجي المراهقه كاين اللي تسلت منه وكاين اللي ما تسلتش كتنسكن معاهم يا عشرين كتنسكن حداهم والريح حداهم تنقول لكم من صغره وانا كبير تما وما درت حتى حاجه تقول لي انا نمريقل صيدتهم زعما فين لا كتنشد الدراري معايا تنشد الدراري من البليه وتنديهم معايا نقلبوا على المعالجه والله ما نكذب عليك وانا ها ولا كان شي واحد ود الدرب نوض يتفرج فيا يكذبني كنا الخوت تمشي تجمع الدراري وتنديهم الطريق الزوينه وتيقولوها ليا الطريقه الزوينه تنأثر فيهم الحمد لله تنأثر فيهم امتى وليت تنأثر فيهم كثر هي مني كبرت ملي كنت غادي صغير بعدا كي ما تنديرش معاهم داكشي مشيت معاهم للتيران اخوتي قالوا لي ديرها كاله اول حاجه تيبداو بها الشباب هما كاله تقول لي هذه الكاله عز الدين راه باغي يطرالك والو انت ماك خايف قلت لي انا راه ماشي خايف راني ماشي خايف راه انا ما بغيتش ندير هادشي تيبان لي انا ما منوش هربني من الله من تهربك من الله واخا ما شنو يدير لك بنادم ولكن تنأثر فيهم مني كبرت وليت تنأثر فيهم تيمشيو معايا الدراري كاين اللي ما تيبغوش كاين اللي ما تيقدرش يصبر ليا حتى نقدر انا نبقاش نعمر انا معاه وتنعمر من راس الدراري الاخرين ولا الدرب تاهما ولكن الدراري الاخرين لهذا تنقول لكم الله يسهل لكم اخوتي انا ما تشفتش شي واحد اللي تتبلى اللي تتشفى تتبلى لهذا الله يسهل لكم اخوتي حديتو مغزل كاين غسيل المويعنات نغسلو المويعنات ضروري ايوا في نفس الوقت نهضروا انا تنقول هذاك الدراري اللي قال لك هذاك الدري اللي قال لك غتمشي مع المراد غتولي بلي بعد راه مشيت عند مراد والله هو اللي تشهد سمعتيني باش ما كانش نقول لكم قدام كاميرا الله تخلص كل واحد على قد فعله سمعتوني ديما تشوفونها في الطريق في النجم وجاي في النجم الحمد لله علاش لان تدير الخير وتبقى انا مشيت عند مراد مني مشيت عنده قال لي والله ما عمرني عشت هاد اللقطه شنو هي هاد اللقطه
قال لي ما بقيت درت ندير ما بقيت ناكل ماكله مقاده، ما بقيت نشرب شراب مقاد، قال لي ما تنعس بالنهار ونفيق بالليل، قال لي ولا داك الشيء مقلوب عندي، قال لي شكرا لك اخويا عز الدين على هذا الشيء اللي بدلتي لي حياتي. هو راه قال لكم بدل، رجعوا الفلوقات ديالو يقول لكم عز الدين بدل لي حياتي، ولكن اخوتي جهد الله مشيت عنده سيمانه قرب بقى معايا دائما. دابا تقول لي علاش ما بغيتيش تمشي معاه، تمشي معاه ليه؟ علاش ما بغيتيش تبقى عنده؟ خوتي انا راه حياتي وهو عنده حياته، سمعتيني؟ راه هو اصلا عنده غادي 40 عام وانا راه عندي 26 عام غادي في 27 عام، سمعتيني؟ انا راه كاين لي كل واحد وعقله، سمعتيني؟ راه هو انا نصحته وتمنى ما يفهمنيش غلط. هادشي اللي كاين اخوتي، السلام عليكم. ثم الاخوان قضيه ولات نقيه، وهي الاشياء هنايا. التحيه لكم وشكرا لكم. والله يا اخوتي الا كنت غادي داخل على قبل انني نعاود لكم قصه، خليكم الخوت مع الاجواء راه شحال السق. التحيه لكم العز النصر، ما تنساوش اخوت اللايك والبارطاج، والتحيه لكم، السلام عليكم.